السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد شريف، مركز مودرن كمبيوتر سيستم. إن شاء الله هتكلم عن نقاط أساسية في مديول الإكسل إن شاء الله ممكن تجيلنا في الامتحان. السؤال الأولاني، بسم الله: For one good practice, remove the blank column if in the sales countries of the sales worksheet. هو بيقول لك هنا كده متبعا الخطوات الجيدة علشان تحذف العمود الفاضل اللي هو عمود الإف. طب العمود ده موجود فين؟ في ورقة عمل اسمها سيلز كونتريز، هي المفتوحة، وسيلز كونتريز موجودة في سيلز وورك شيت في كتاب اسمه سيلز. عايز احذف عمود الاف من ده كله، كليك يمين بحدد الاول عمود الاف كده وكليك يمين عليه واعمل ديليت. السؤال الثاني، هما 16 سؤال بالظبط. سيف ذا ورك شيت سيلز از تكست تاب ان ذا فولدر دوكيومنت ليتمس. عايز يحفظ الورك شيت ده بصيغة تكست تاب. هنعمل فايل، هنعمل سيف از، ومن هنا هنختار تكست تاب. ادي تكست اللي فيها تاب، وعلى الدوكيومنت لتمس، ادي دوكيومنت، ادي لتمس، وهنعمل طبعا سيف. واللي بعده سيف ذا ورك شيت سيلز از اكسل تمبليت ان ذا فولدر دوكيومنت لتمس. وباكد عليكم تاني التمبليت بغير المسار، فهختار مجرد، شوف انا هنا دوكيومنت اهي ولتمس اهي، تمام. لو اخترت من هنا اكسل تمبليت اهو، هتلاقي المسار اتغير. ارجع تاني اختار المسار تاني زي ما انتم شايفين واعمل سيف. انا حافظه قبل كده طبعا بصيغه اكسل تمبليت، هيقول لك هعمل له ريبليس. ماشي. السؤال اللي بعده، 4. Select the cell range من الدي 3 إلى دي 20 and change the date format so that it appear مارس 14/2001. حدد المدى من الدي 3 لدي 20. نطلع كده على الدي 3 أهي للدي 20، ننزل سحب، أدي دي 20. عايز أغير فورمة التاريخ، قائمة هوم، أي سهم من قائمة هوم وليكن سهم فوند، اشتغل على سهم فوند، وبعدين نمبر وبعدين ديت. طيب الفورمه دي عربي، ماشي، انا عايز الفورمه دي انجليزي، هختار من عربيك ايجيبت السهم اللي في النص ده، هختار منه، بدل ما هي عربيك ايجيبت هختار انجلش يو اس. دايما تاني واحده انجلش يو اس، اطلع فوق كده خالص انجلش يو اس. دور بقى يا باشا على الفورمه اللي هي مارس 14/2001 اهي، مارس 14/2001، وادي اوكي. ممكن يختار اي فورمه من الفورم دي، يعني اي حاجه زي 14 شرط، ام اي ار شرط، زي ما هو عايز. ممكن يديني شكل مش يديني نص الفورمه، يقول لك اللي شبه دي، وشفنا الكلام ده طبعا في مديول الباوربوينت، تمام. ادي زي ما انت شايفين اللي هو شهر وبعدين يوم وبعدين سنه. السؤال اللي بعده، سيلكت ذا سيرنج من الدي 3 لدي 20، ادي دي 3 الى دي 20، and align the text to left margin. عايز اعمل له محاذاه شمال، ادي align text left. ممكن يسالني برضو سنتر وممكن يسال رايت، مفيش اي مشكله فيه. السؤال 6 ده مهم جدا. In the sales countries worksheet of the sales workbook check the formula error. انا عايز اطلع الخطا اللي موجود في ورقه العمل دي، ما حددليش خليه، يبقى الحل منين؟ ادي فرميولا، بعدين ادي ايرور تشيكنج، ايرور تشيكنج. شوفوا بقى الخطأ ده يا جماعة، هو قاسم هنا على 3، القسم على 3 جوه ايه؟ يعني صم من اي 3 لاي 21 على 3. لا يا باشا، على 3 دي مش هنا، على 3 دي ممكن تحذفها وتعمل انتر صح، وممكن ان انت تروح لقائمة هوم تعملها قط وتحطها بعد الاقواس وتعمل بيست اهي وتعمل ريزيوم، هيقول لك انا كده صححت الاخطاء وكمبليت وكله تمام والناتج طلع عندك اهو، تمام؟ تمام، نعملها تاني؟ يلا نعملها تاني. الخطأ أهو، اعتبره إن أنا مش عارفه، أهو المؤشر فوق، وبعدين قائمة فيرميولا، وبعدين ايرور تشيكنج، السهم بتاعها ايرور تشيكنج، راح على طول على الخطأ. طب الخطأ ده جديد علينا، هو عامل القسمة جوه، ممكن تمسحها، صح؟ أهي يلا نمسحها المرة دي أهي، تمام؟ وبعد كده اعمل ريزيوم، وبعدين هيقول لك أنا خلصت. طب أنا برشح إيه؟ خدها كت وحطها بيست في الآخر، والاتنين صح زي ما أنا قلت يعني. تمام. بقى صححنا الخطأ اللي موجود، وقلنا بشيل القسمة واخليها القسمة بعد الأقواس. السؤال اللي بعده مهم جدا، رقم 7 ده. In sales countries worksheet of the sales workbook, sort the list for salary employee by column ID number
in ascending من السمول الى اللارج. هو عايز ايه في السؤال ده؟ عايز في السيلز كونتريز مفتوح من ملف اسمه سيلز، موجود الملف. سورت ذا ليست اوف سيلز سالاري امبلوي، مرتبات الموظفين، باي كولم اي دي نمبر ان اسندنج، بس ما حددليش مدى فين احدد من كام لكام. تعالوا ما ندور كده على السالاري امبلوي، وهيكون المربع هيكون جايب لك من البدايه كده. فيش هنا ايه سالاري امبلوي، هننزل تحت كده، بص كده يا باشا، ادي السالاري امبلوي. تمام، عايز ارتب اللي تحت منه. ده في اي دي نمبر اهو فعلا. حدد بقى يا باشا من عند الاي دي نمبر كده وانت ماشي من نص الخليه، تحديد المدى اهو من نص الخليه. الناس اللي بتسحب لي ده امتى بعمل دي؟ لو قال لي كوبي ايه؟ كوبي فرميولا. اما انا ده مدى من نص الخليه كده، ما بظهرش التحديد اللي لما بروح للخليه اللي بعدها زي ما انتم عارفين. ننزل ننزل ننزل، تمام زي الفل. وبعدين قائمه هوم، سورت وفلتر، كاستم سورت. السهم الاولاني اختار عايز ارتبه حسب ايه؟ حسب الاي دي نمبر. الاي دي نمبر منين لمنين؟ من السمول لللارج. شايفين كده ال 300 وال 210، اول ما تعمل اوكي يرتب لها لك من سمول تو لارج زي ما انتم عارفين. تمام، صار رقم 8. In sales countries worksheet of the sales workbook merge the cell من ال A1 الى ال G1 and center align the text. حدد المدى من ال A1 الى ال G1، اطلع فوق كده A1 اهي الى ال G1، واعمل ايه بقى؟ ميرج وسنتر. يبقى ممكن تضغط على ميرج وسنتر اهي، وممكن من السهم بتاعه تختار ميرج وسنتر. السؤال اللي بعده، in the sales countries worksheet of the sales workbook delete the text in the cell B13. عايز يمسح النص اللي موجود في الخليه B13. ننزل على B13 اهي، ومن delete clear هختار clear content، مسح النص اللي موجود. تمام، in the sales countries worksheet of the sales workbook enter function in B22. هيكتب معادله بقى المره دي في B22، ادي B22 اهو B22، to find the average، عايز اطلع المتوسط بتاع من البي 3 الى بي 20، فهكتب هنا بيساوي average AVERAGE AVERAGE. ممكن اضغط على كلمه average مرتين، وممكن ان انا اكتبها وافتح الكود شيفت و9 واقفل الكود شيفت وصفر. ممكن ان انا اكتب برضو من البي 3 الى نقطتين شيفت وكاف الى بي 20، واقفل الكوست بشيفت وصفر واعمل انتر، طلع لي الرقم اللي انتم شايفينه. ممكن ان انا اعمل كده برضو بتساوي، اول ما اكتب اي في اي ار اي جي اي الجهاز بيجيبها لي، اضغط على مرتين، احدد المدى من الكام؟ من البي 3، ادي البي 3 لحديت البي 20، دي كده بي 17. شوفوا في شرط الصيغه فوق، الرقم بيكون فوق في شرط الصيغه، ادي بي كام؟ بي 20، واتكتب معايا كده. بقفل القوس واعمل انتر، الحل انسحب. بدلت افريج ديت اتوقع ان شاء الله تجي لكم في الامتحان. 11، ديليت ذا ورك شيت هيلب اوف ذا ورك بوك سيلز، عايز امسح الورقه بتاعت هيلب اللي في الكتاب اللي اسمه سيلز، ادي هيلب اهي، احددها كليك يمين عليها، اعمل ديليت. لو فيها كلام بيطلع لي رساله، بضغط ديليت لتاكيد الحذف. السؤال ده مهم برضو، in the sales counters worksheet of the sales workbook format the cell range من السي 3 الى سي 20 by currency English US. هو عايز من كام لكام؟ من السي 3 لسي 20. اطلع يا باشا فوق كده، سي 3 الى سي 20، وبعدين عايز ان انا اعمل فورمه للخلايا ديت بتنسيق العمله English US. تمام، العملات فين؟ اهي. هو عايز مين يا باشا؟ انجلش يو اس، ادي انجلش يو اس زي الفل. ما طلبش هنا ارقام بعد العلامه العشريه، اوكي ممكن اشيل، وعلى فكره لما بسيبها صح ما فيش مشكله فيه، قلل الارقام عادي، المهم تظهر لي الانجلش يو اس. وطالما برضو ما طلبش مني ان انا احذف او اشيل بسيبها، مفيش اي مشكله عادي. خلي بالكم بقى من السؤال 13، يبقى تاني برضو عشان ما يكونش فيه لبس في السؤال ده، لو عملت تنسيق العملة في ده، عملت تنسيق العملة انجلش يو اس وسبتها وعملت سبميت صح، ولو قرأت السؤال وقلت هو ما طلبش مني ارقام بعد العلامة العشرية، بعد ما عملت العملة شلت الارقام بعد العلامة العشرية، صح برضو. تمام، سؤال 13،
in the sales countries worksheet of the sales workbook. انتر 787 دولار في الخلية كام؟ سي 20. يا باشا نروح للسي 20 دي ونشوف ايه موضوع سي 20 اهو. الله، طب انا هكتب دولار ازاي؟ اعمل علامة دولار؟ لا، انت اساسا الخلية واخدة تنسيق الدولار. اكتب بس 787 كده، 787. شوف انت كاتب رقم اهو، اول ما تعمل انتر من لوحة المفاتيح الجهاز عمل لك الدولار لوحده. يبقى انت بتكتب الرقم بس. السؤال 14: In the sales country's worksheet of the sales workbook, apply bold and underline format to the current sales and expenses report. طب واجيب الكلام ده كله منين؟ إيه؟ نطلع كده هتلاقيه عنوان فوق اهو، اضغط عليه. وعايز ايه بقى؟ انت عايز حاجتين، بولد واندرلاين. ادي يا باشا البولد بي اهي لما بتشاور عليها بيدي لك كلمه بولد، وادي الاندرلاين اليو اهي لما بتشاور علينا بيديني كلمه اندرلاين. سؤال 15: In the sales country's worksheet of the sales workbook, format the title row with the fill color format of your choice. عايز العنوان ده اديله fill color من اختياري، من الفيل، من الجردل، واختار اي لون من اختياري. السؤال الاخير تقريبا، سؤال مهم جدا. In the sales workbook, create two decalistered columns. In any sales of your choice, of any sales in the worksheet sales countries. هو بيقول لك في الملف ده اعمل رسم بياني في اي خليه من خلايا سيلز كانتريز دي. طيب using the data in the sales range من الـ 2 الى سي 8 of the monthly sales expenses worksheet. ده البيانات اللي انت عايزها في ورقه ثانيه. يعني هو عايز ايه كده؟ عايز اعمل بيانات رسم، عايز اعمل رسم بياني هنا بس البيانات موجوده هنا. وتعملها ازاي؟ بتروح للورقه اللي فيها البيانات اللي هي مين؟ مانثلي سيلز اكسبنس. حدد المدى من كام؟ من ال 2 الى سي 8، 2 الى سي 8. وبعدين اروح على انسيرت. بعدين هو عايز ايه؟ 2 دي كالستر دي كولم، ادي كولم، ادي 2 دي، ادي كالستر ده اهو. بعدها بتروح لقائمه ديزاين اهي اللي بتاعت الرسم البياني، واعمل موف، ومن السهم اللي تحت اختار الورقه اللي انت عايز تحط الرسم فيها. انا عايز اوديها لورقه اسمها سيلز كانتريز، اختار سيلز كانتريز واعمل اوكي. يبقى تاني انا بعمل رسم بياني لبيانات موجوده في ورقه تانيه، اروح للورقه اللي فيها البيانات، احدد المدى، اروح اعمل رسم بياني المطلوب، وبعدين من قائمه ديزاين موف، اخر امر فيها موف، من السهم اللي تحت اختار الورقه المراد وضع الرسم البياني فيها واعمل اوكي. اعتقد ده كان اخر سؤال. في سؤال، لو انا مثلا عندي ورقتين دفاشت 1 و 2 3 4 و 2 3، انا عايز، او عندي ورقه اسمها ارينا اهي كمان، عايز انقل نيم من ارينا هنا واوديها للملف اللي اسمه سيلز، واخليها بعد واي ار سيلز جروس بعدها، او اخليها في الاخر تظهر في الاخر. اوكي، اعمل ايه؟ الورقه دي اللي عايز انقلها بحددها، اما كليك يمين عليها وبعدين بختار موف اور كوبي الورقه على بعضها. من السهم الاولاني هختار الكتاب المراد وضع الورقه فيه، انا عايز اوديها ورقه اسمها سيلز، عايزها تظهر في الاخر اختار موف تو اند. طب لو عايزها كان كوبي بعمل كريت كوبي، هو عايز موف خلاص مش هعملها ايه، مش هحط علامه صح واعمل اوكي. تمام، فبلاقي سيلز اهي جت، والاقي نيم جت في الاخر. طب عايز ارجعها تاني، هكليك يمين وبعدين موفر كوبي، وبعدين من السهم ده اختار الكتاب المراد وضع الورقه فيه. عايز تخليها قبل مين؟ قبل ريفينيو، ولا قبل سيلز ديتيلز، ولا في الاخر خالص؟ واعمل اوكي. تمام، ده كل اللي انا ايه مطلوب منكم. هروح بس للورقه دي برضو، يمكن تقريبا فيها سؤال. طبعا هنا which one of the following option would you use to print the current worksheet؟ current worksheet يبقى active sheet. اتعلم على active sheet. السؤال المهم، يعني نشوف السؤال طالب ايه. ماشي، السؤال فوق: Which one of the following is good practice when entering data in sales؟ طبعا محتوى الخلية بيكون عنصر واحد فقط، only one element of data، عنصر واحد فقط. طيب في سؤال بقى مهم جدا بيقول ايه؟ يعني مثلا بفرض ان انا عندي هنا مجموعة من الارقام، وهو كاتب كده بتساوي sum او بتساوي ايا كان، يعني سواء sum او سواء معادلة عادية اهو، او حاجة زائد حاجة، وكاتب هنا تحت
بتساوي 2 زائد 4 زائد ايا كان. انهي خلية صح، دي ولا دي؟ اكبر لكم الزوم شوية، فيو زوم عشان نشوف ال 200%. ده اوكي، انهي خلية صح اللي هو اف 14 ولا اف 15؟ واكتب الخلية الصح في دي 15 مثلا. بحدد اولا الخلية الاولى واشوف مكتوب فيها ايه. مكتوب معادلة عادية اهي، بتساوي صم من كذا لكذا، دي صح. طب اللي التانية ده آلة حاسبة، بتساوي 2 زائد 4، ده مش اكسل، ده آلة حاسبة. يبقى الصح مين؟ دي اللي هي اف كام؟ اف 14. اكتب لي الصح في الخلية دي 15، هكتب اف 14 هنا، اف 14 والكابيتال كابيتال وسمول سمول، وما انساش اعمل انتر. اي كتابة لازم اعمل فيها انتر يا جماعة. ما اعتقدش ان شاء الله ان ممكن يجي لنا حاجة ما قلناهاش. تحياتي للجميع، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتدعوا لنا، اهم حاجة الدعاوي بتدعوا لنا، وربنا ان شاء الله يوفقكم يا رب. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.